السلام عليكم، انا الشيف شكر وهعمل معكم النهارده كيكه جميله جدا، محشيه مربى زي ما انتم شايفين، هشه وطريه وسواها جميل زي ما انتم شايفين وطعمها جميل فعلا، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. اهي وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي بيضتين عليهم فانيليا، 200 جرام دقيق، نص كوبايه لبن، 80 جرام زيت، نص كوبايه سكر 100 جرام، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هنبتدي على طول. انا بستعمل المضرب الكهرباء بقلب بيه الخامات مع بعضها، بس مش بعمل فوليوم للبيض. اهو فكيت البيض من بعضه، حطيت عليه السكر 100 جرام يعني نص كوبايه زي ما قلنا اهوت. هنتاكد ان السكر داب. بعد كده هضيف عليه 80 جرام زيت اللي عندنا اهوت، ونضيف عليه الزيت اللي عندنا 80 جرام قلنا، 80 جرام يعني نص كوباية إلا معلقتين كبار. وبعد كده بتأكد إن الخامات اتخلطت ببعضها، بدلها الحليب اللي عندي اللي هو نص كوباية اللي هو 100 مللي حليب. بخلط المواد في بعضها، موضوع بسيط وسهل خالص ومفيش فيه اي صنعه ولا اي موضوع، يعني مش هقولك حسبي وحسبي ولا الكلام ده. بعد كده هضيف الدقيق 200 جرام يعني كوبايه وتلت، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر 5 جرام، ونقلب الخليط في بعضه لحد ما نتاكد ان كل المقادير دخلت في بعضها أو زي ما انتم شايفين. دي خطوة مهمة خالص ان انا اتأكد ان كل الخامات دخلت في بعضها. ومن وقت للتاني بلم الجناب وبتأكد ان الارضية مفيش فيها دقيق، اهي بقلب الارضية من فوق لتحت كده، وبكمل الضرب بتاعي لحد ما تبقى العجينة بتاعتي كلها مية واحدة او مختلطة كلها بالمواد اللي فيها. الموضوع زي ما قلت التقليب ممكن يبقى بالمضرب السلك بالمعلقه زي ما تحبي اهوت. انا كده خلصت، خلاص اهوت اتاكدت ان كله دخل في بعضه، مفيش تخريز الدقيق، مفيش اي حاجه اهوت. كده العجينه جاهزه للشغل. هجيب الصينيه بتاعتي، احط فيها الكيكه بتاعتي نص العجينه بالظبط، نصها بفرغها وهخلي النص التاني عندي اهوت. بظهر المعلقه بوزع الخليط في الصينيه، وباخد بالي من الجناب عشان ما تبقاش عاليه من النص وواطيه من الجناب، كلها تبقى ميه واحده او سوى بعضها. بظهر المعلقه كده بالراحه، والحته اللي محتاجه بحط لها، مش الموضوع مش كيمياء يعني، يعني الحته اللي شايفه ان هي مكشوفه بحط لها. وعلى الفرن على طول على درجه حراره 210 دقايق، وهنشوف ايه اللي هيحصل. دخلت الفرن، هي طلعتها من الفرن بعد ما بقى لها وش وتقدر ان هي تشتغل حاجه عليها. عندي نص كوبايه مربى اهيت، عليها معلقه دقيق كبيره، ومتقلبين في بعض كويس. بحط المربى بتاعتي، مربى اي نوع انت تفضليها، انا حاطط مربى فراوله، وبوزع المربى على الوش الكيك. عشان كده دخلنا الكيكة الفرن عشان يبقى لها وش تقدر تشتغل اللي هنحطه عليها ما يختلطش بالعجين. وحطيت لي الدقيق، الدقيق بيربط على طول المربى لو فيها ميه بيمتصها احسن من النشا واحسن من اي حاجه بتتحط اهوت، لان الدقيق بيعجن مع السوائل. وزعت المربى وسبت مسافه بينها وبين الطرف، وهبدا ان انا النص اللي بقى عندي ابدا اوزعه على الكيكة اهو. بهتم بالجناب، اقفلها عشان المربى ما توصلش للطروف بتاعت الصينية. خدوا بالك من النقطة دي، بقفل الجناب الاول وبعدين بملى الوش بتاعي. حطيت نص العجينة في الصينية، دخلتها الفرن على درجة حرارة 210 دقايق، وطلعتها حطيت لها المربى، ربع كوباية مربى عليها معلقة دقيق كبيرة، ضربهم في بعض
وحطيتها وفرغت نص الكيكة اللي باقي عندي فوق المربى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنعمل ايه؟ بظهر المعلقة من على الوش كده بالراحة، بوزع العجينة في كل جنب عشان تبقى كلها سوا بعضها، بالذات الجناب من ظهر المعلقة بوزع، اخليها كلها، اخلي الصينية كلها سوا بعضها اهو. موضوع بسيط خالص وسهل وما بياخدش وقت. بتولعي الفرن وتبدأي تقلبي في الحاجة. عندي شوية جوز هند، عندي شوية مكسرات اللي انت عايزها رشيه على الوش. انا حطيت شوية جوز هند بيبقى لهم ريحة حلوة في الفرن ومع كيكات بالذات. رشيت شوية جوز هند على الوش وعلى الفرن على طول 180 درجة، هتقعد لها بتاع نص ساعة لخمس دقايق على الشبكة اللي في الوسط. اهي استوت وطلعت شكلها جميل وطعمها جميل، وهنسيبها تبرد ونشوف الدنيا فيها ايه. بردت طلعتها من الصينية وهبدأ ان انا اقطعها، ولازم تبرد خالص قبل ما اقطع. خدت الصينية بتاعتي على اتنين، والجزء التاني خدته على اتنين برضه، يعني هعمل هقطعها على اربعة بالشكل ده اهوت. هعدل الكيكة قدامي عشان اعرف اقطع. هاخد الطروف رفيعة خالص عشان يبان الحشو اللي فيها وانا بوريها لك، انما طبعا انت في البيت ما انتش محتاجة انك تشيلي الطروف دي. هقسمها نصين ونصين على ربعين، هتبقى بالظبط معانا 20 قطعة. ادي قطعة منها هي اللي في الطرف كمان مش اللي في النص. ادي شكلها، شكلها جميل وطعمها جميل. ورصناها في طبق التقديم اهوت زي ما انتم شايفين. ادي شكلها اهوت، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. انت عايزه تجودي في النوع بقى، عايزه تحط سنه قرفه لو انت بتحب القرفه. الحاجات دي بتبقى ما بتأثرش في المقادير وبتغير الكيكه خالص. شايفين شكلها جميل ومحشيه جميل جدا، والحشو ماسك نفسه من الدقيق زي ما قلت، احسن من النشا. النشا بيربط بس بيسيل، الدقيق بيربط ويمسك زي ما انتم شايفين اهوت. جميله جدا وطعمها جميل ومقاديرها بسيطه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.